نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا آسفة شوية، صحتي مو تمام، صوتي زين، ف يعني بس اليوم الشيء الحلو. الله يخليك، شكرا جزيلا، تسلموني. بس الشيء الحلو إنه إحنا ما راح نحكي عن موضوع يعني غريب أو جديد عليكم. يمكن أكو بعض الأشياء يعني تفاصيل صغيرة، بس هو بصورة عامة قوانين مندل الوراثية وأشياء أنتوا قبل ما أخذيها إعادة إلها إن شاء الله راح تكون بهذه المحاضرة. وأني وياكم أعتذر جداً، أني ما نزلتها قبل وقت، بس إن شاء الله أنزلكم إياها اليوم ونزلكم التسجيل الصوتي وإن شاء الله تسوون ريفيو عليها. قبلها أريدكم تثبتون يومكم، راح نرجع نعيد أنه يوم الأحد الساعة 9:30 بالليل أكوز بها هذا المحاضرة، فأريدكم تنتبهون على الأشياء اللي أكد عليها. زين شباب، أنا جدا جدا آسفة ما دخلت على الكويز. شلون كان الكويز وياكم؟ أكو واجهتوا صعوبة به؟ لا دكتورة، زين الحمد لله. أسئلة ترى كل السهلة، كل السهلة. نعم. يعني كانت ردت أسوي تعديل بآخر لحظة، بس السيستم ما أخذ التعديل، فقلت بس لا صار إشكال وياكم بسبب هذا الشيء، بس ماكو إشكال. تمام، أخذتوا تكرار بالسؤال قصدك؟ ما أعرف والله، هو لا أنا ما أريد أضيف سؤال، فما صار، ما أخذ لأنه إيه ما أخذ لأنه زين. ما ضفتي دكتور؟ لا سهلات والله سهلات. يعني أنا طبعي أنه هذا الخميس على جمعة أراجع الأشياء اللي موجودة عندي، فإن شاء الله أراجعها وأنطيكم خبر على الكويز، بس إن شاء الله كلكم موفقين. أكو واحد من زملائكم قال أنه أنا حضرت عنوان للتقرير، فأنتوا إذا محضرين عنوان للتقرير تريدون تشوفون الواجهة، هاي أول صفحة رتبتوها، تريدون عندكم أي استفسار أي سؤال اكتبوه وتركوا إلي يوم السبت أو الأحد ويست وديان إن شاء الله. هذا شيء. الشيء الثاني بالنسبة الست وديان، إذا تتذكر ربيع يعني أنت واثنين من زملائك أنه راح تقدمون هذا الأسبوع، فرجاءً لا تتعبون نفسكم، يعني ما أريدكم كلش تتكلفون، سووا لي تقدرون عليه زي عيني إن شاء الله. إن شاء الله دكتور، بسطوا الأمور وهي تصير بسيطة إن شاء الله، ولا وقلكم هذا الحكي إن شاء الله كله بسيط. أنا نفسي ما أسوي، بس يعني أنا يعني من خلال تجربتي يعني بالدراسة، لا تبقى يعني لا تصعب الأمور عليك، إن شاء الله كلها سهلة وإن شاء الله راح تكون. بس أنا متأكدة أنه أنتوا راح تأدون أداء ممتاز، وإن شاء الله تشجيع زملائكم اللي وراكم هم يقدمون ويستفادون من عندكم، إحنا نطلب ملاحظاتهم يستفادون من عندها. شكرا جزيلا لكم، لان انتم راح تصيرون كبش الفداء يعني انتم يعني بالنسبه للمجموعه. لا 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 ان شاء الله. لا لا ان شاء الله، احنا ان شاء الله نزيد معلومه دكتوره، ولا ما صرت كباش، انا ما زيدنا معلومه، هذه زيدنا فخر. تزيدك معرفه بمهارات هوايه، اشياء هوايه تنتبه عليها. هسه انت من تريد تتدرب على البرزنتيشن، شلون تسوي التوقيت، شلون تسوي الحركات، شلون مو تمام، فكل هاي تفيدك، تعلمك على سكيلز، على مهارات تفيدك إلك، وحتى انت تفيد اللي عندكم اولاد، تفيدكم تعلمون اولادكم مثل ما عودتكم اني بكل يعني. الله يخليك، كل التوفيق ان شاء الله مثل ما أشكر على هذا الدافع المعنوي. لا بالعكس، يعني أنتوا خط أحمر، لكن بجهودكم إحنا ما متفضلين عليكم. ما شاء الله متميزة، والكل يشهد لكم، الجميع مو بس أني، كل الأساتذة يمدحون بيكم، الحمد والشكر لله تعالى، يعني يمدحون بيكم يذكروكم دائما بالخير، أنتوا الثالث المسائي إن شاء الله. كل التوفيق يا رب. من حسن أخلاقكم جزاكم الله خير. الله يخليك، الله يسلمك، من حسن أخلاقكم.
والنعم نشكركم هذه الكلمات الطيبة وهذه والله الجهود المبذولة يعني حقيقة جاي تعبونا واي يعني الله يخليك أشكركم جزيل والله أنا كنت خارج البيت حاولت المستحيل حتى أوصل ويعني أنطيكم المحاضرة فأرجو المعذرة أتأخر شوية إن شاء الله صحة وسلامة ممنونة جدا سلامة إن شاء الله وصحة وعافية الله يخليكم شكرا شكرا جزيلا أعزائي مثل ما عودتكم أني بداية كل سلايد محاضرة عفوا أحط لكم السلايد مال السيلبس حتى تتعودون عليه إحنا قد نكون مشينا تحسون مشينا سريع بالمادة هسه إحنا واصلين للباترنز طبعا هاي خطأ هم طابعيها باترنز أوف إنهيرتنس مندلز لابس قوانين مندل اليوم إحنا راح ناخذها بس راح شوية هلو حسوني I have a lecture you can't be here no it's black no it is not black there is a lecture هذا ابن الحسن قاعد اجى علي أنا أصل جدا no we can do that هسه لحظة وأرجع لكم احنا سفرات فاليوم احنا راح ندرس الـ Patterns of Inheritance أنماط الوراثة اللي هي تعتمد بالأساس على عمل مندل تذكرون مندل اشتغل على هو راهب وعالم نمساوي كان يشتغل في كنيسة ويعمل هو كان ذكي شديد الملاحظة فكان ينتبه على نبات البزالية اللي مزروع بالحديقة وشاف الأجيال اللي تظهر شاف التغييرات اللي تصير على هذا النبات من جيل إلى آخر نجي له عفوا التفاصيل مالتها بس دكتورة مسجل المحاضرة غير؟ إيه مسجل المحاضرة حتى التداخل مال حسوني سجلته بعد اشتردوه والله والديك عيني فنبدي إن شاء الله باترنز معناه أنماط انهيرتنس الوراثة أنماط الوراثة مندلي انهيرتنس الوراثة المندلية هنا أنا كلام عام سوالف يقول لك we inherited our traits from our parents إحنا نأخذ صفاتنا من الآباء من آبائنا personality traits سواء لها علاقة بالشخصية physical traits الصفات الجسدية polygenetic traits and so on اللي هي الصفات الوراثية and this is driven by the genetic material that is passed down from them وهذه تجينا عن طريق المادة الوراثية اللي تنتقل لنا من خلال من آبائنا more specifically حتى نكون أكثر تحديدا we inherited half of our DNA هذا كلام احنا حكينا قبل قلنا انه نصف المادة الوراثية مالتنا من الـ DNA the genetic material هاي يعني شلون نقول الـ DNA هو شنو the genetic material that determines mostly how we appear on the outside from our mother and the other half from our father نقول احنا نرث نصف من الـ DNA مالتنا اللي هو المادة الوراثية واللي تحدد أغلب الصفات اللي تظهر علينا من الـ outside اللي المظهرية يعني الخارجية نرثها من الأم والنصف الآخر نرثها من الأب In biological terms بالمعنى البيولوجي بالمعاني أو المصطلحات البيولوجية Our genetic makeup يسموه genetic makeup يعني our genotype أريدكم تميزون بين الجينوتايب والفينوتايب لأن راح نذكرها هواية بالمندليان باترنز Our genotype manifests itself يظهر أو يعبر عن نفسه أو يثبت نفسه as our external makeup also known as a phenotype عندنا الجينوتايب أو اللي هو الجينيتيك ميكاب والإكسترنال ميكاب اللي هو الفينوتايب
يعني عندنا مظهر خارجي ومظهر أو مادة وراثية داخلية ومظهر خارجي. And this phenotype is a mix of our parents' gene. هو طبعاً هذا المظهر الخارجي هو نتيجة خلط من جينات الأبوين. Half of which received from one side, the other from the other side, من الأم ومن الأب. هاي معلومات عامة، كلام مجرد يعني افتتاحية لما يأتي بعده. The genetic material is then shuffled around during cell division and distributed evenly in all cells. يقول بعد ذلك المادة الوراثية يصير لها تغير أو تبادل خلال عملية الانقسام الخلوي وتتوزع بصورة متساوية evenly لكل الخلايا في كل الخلايا. Driving or aspects of our phenotype such as hair color طبعا تظهر كل الصفات المظهرية مثل لون الشعر لون العين الطول البادي كومبوزيشن تركيب أو هيئة الجسم and several other characters. دائما مثلا تشوف انه هذا الشخص يكون مثلا عفوا نحيف هما دائما الأب الأم يصيرون نحيفين أو العكس أو تشوف مثلا الارتفاع تشوف أنه يصير قصير قامة إذا أمه أو أبوه قصار قامة وهكذا طبعا أكثر شيء لون الشعر لون العين إذا تذكرون بالتمارين والأمثلة الوراثية اللي كنتوا تأخذوها بالسادس إعدادي. يقول however مع ذلك inheritance patterns work in a very interesting manner يعني الأنماط الوراثية تعمل بطريقة يعني ملفتة للانتباه ومهمة جدا and not everything about us is inherited هاي تنتبهون عليها شباب not everything about us is inherited as some phenotypes are the result of the environment affecting our genes. يقول مو كل الأشياء اللي أو الصفات المظهرية اللي نكتسبها هي بسبب هي متوارثة. لازم نخلي في بالنا أن هناك بعض الصفات المظهرية تكون نتيجة تعرضنا أو تعرض جيناتنا أو تأثر جيناتنا بعوامل بيئية. معني سبق وأن قلت لكم هذا الشيء أنه أنت من تشتغل في بيئة معينة من تتعرض لمواد مسرطنة مواد يعني تسبب ميوتاجين تسبب طفرات قد تسبب تغيير في المادة الوراثية مالتك وهذا مو بالضرورة يكون متوارث زي عيني هنا classical Mendelian genetics patterns of inheritance الشيء المهم أنا راح أقول لكم هذا مهم وهذا انتبهوا عليه يعني مثلا نرجع بالسلايد هنا أنا مجرد كلام عام يعني أنه أكو فينوتايب وأكو جينوتايب الفينوتايب هي المادة الوراثية الجينيتك ميك اب الفينوتايب هو المظاهر الصفات المظهرية الإكسترنال ميك اب زي عيني إحنا المادة الوراثية مالتنا نسميها جينيتك ماتيريالز نتوارثها اللي هو الدي ان اي نصف من عنده نورثه من الام نصف الاخر نتوارثه من الام اذا تتذكرون عدد الكروموسومات الكلي للانسان هو 46 22 كروموسوم يكون جسمي وواحد يكون جنسي ف23 يجون من الام و23 يجون من الاب اثناء عمليه تكوين البيضه المخصبه يعاد جمع هذه الكروموسومات ويصير عددها 46 كروموسوم فنصف من الأم نصف من الأب والجينوتايب شنو الفينوتايب شنو بالنسبة لهذا السلايد نجي لهنا انه المادة الوراثية شلون تنتقل خلال عملية السيل ديفيجن عادة اذا تتذكرون قلنا أنه يصير خلل بنقل المادة الوراثية خلال عملية الانقسام الخلوي ما تتوزع المادة الوراثية بشكل متساوي وسبب لنا أمراض وراثية أما إذا
نحكي على الحالة الطبيعية اللي هسه احنا بيها، فهي تنقسم بصورة يعني متساوية، كل خلية تأخذ العدد الطبيعي من الكروموسومات. أهم الصفات المظهرية اللي احنا ندرسها هي لون العين، لون الشعر، الارتفاع، هيئة الجسم، وتفاصيل أخرى أو صفات أخرى إن شاء الله راح نأخذها بعدين، أو إذا أنتم مثلا حابين أنه تدرسوا هسه إن شاء الله أثناء المحاضرة راح تعرفون أنا شنو أقصد. ليس كل المظاهر أو عفوا الصفات المظهرية اللي نكتسبها، هذا الجزء الثاني من هذا السلايد، ليس جميع كل عفوا الصفات المظهرية اللي نكتسبها في حياتنا هي بسبب المادة الوراثية اللي ورثناها من الأم والأب، لا، وإنما هناك عوامل بيئية تؤثر على الجينات وبالتالي تظهر صفات مختلفة، هاي هم لازم تنتبهون عليها، ممكن تجيكم صح وخطأ. هل إن العوامل البيئية تؤثر على الجينات وبالتالي تؤثر على الجينوتايب، على الفينوتايب، هل هذا صحيح أم لا؟ انتبهوا عليها النقطة. هنا بالنسبة للقوانين مندل، أكو قوانين معينة هسه راح أقرأ وراح أشرحها لكم وأقول لكم شنو المهم في نفس الوقت. The basic laws of inheritance are important in understanding patterns of disease transmission. أنا ليش أدرس القوانين الوراثة؟ لأن أساسيات قوانين الوراثة تساعدني على فهم الأنماط الأمراض الوراثية، الأمراض الانتقالية، الأمراض الوراثية الانتقالية. الفقرة اللي بعدها يقول the inheritance patterns، أنماط الوراثة of single gene diseases، هذه كلش مهمة. عندنا أمراض تسمى بالsingle gene diseases are often referred to as Mendelian since Gregory Mendel first observed the different patterns of gene segregation. حتى أكملها وأرجع لكم. Segregation for selected traits in garden bees and was able to determine probabilities of recurrence of a trait for subsequent generations. نقول هذه راح أرجع من السطر الأول بالفقرة الثانية. The inheritance patterns أنماط الوراثية of a single gene disease الأمراض الجين الواحد المنفرد. شي يسموها؟ يسموها بالمندليان. منو هاي؟ احنا عليه من جاي نحكي؟ نحكي على الانهيرتنس باترنز، ترى مو الديزيز. انتبهوا، يسموها مندليان انهيرتنس باترنز. زي عيني. يقول ليش تتسمى هالاسم؟ مثل ما قلنا قبل، او the father of genetic اللي هو غريغوري يوهان مندل، هو اول من لاحظ الاختلافات بين أنماط توزيع الجين. Segregation معنى انعزال الجين for selected traits. طبعاً من درس على نبات البازاليا. إن شاء الله بالسلايدات اللي بعدها راح تعرفون شنو الجين segregation بعد أكثر. Segregation معنى الانعزال، انعزال الصفات. In garden bees and استطاع أن يحدد كافة الاحتماليات لحصول الصفة مرة أخرى خلال الأجيال المتعاقبة. يعني قدر يعرف هذه الصفة من تنتقل من الآباء للأبناء راح تظهر، ومن الأبناء من الجيل الأول للجيل الثاني راح تظهر أو لا، فقدر يحدد هذا الشيء، حدد أنماط الوراثة زين من خلال تجاربه على نبات البازاليا. In a female بالفقرة الأخيرة، in a family is affected by a disease. عايز نشوف شنو، ليش هذا الأنماط مهمة. An accurate family history will be important to establish a pattern of transmission. In addition, a family history can even help to exclude genetic diseases, particularly for common diseases where behavior and environment play strong roles. ريدكم تتبهون على هذه المسألة، ممكن تجيكم صح وخطأ. شو يقول لكم شباب هنا؟ يقول لكم التوثيق الصحيح والدقيق لتاريخ العائلة بالنسبة لحدوث الأمراض مهم جدا حتى يحدد أنماط انتقال الأمراض الوراثية أو انتقال الصفات من جيل إلى آخر. زين،
مثلا انت اذا عندك بالعائله مرض وراثي، فانت راح تتوقع اذا كان هذا documented، documented معناه موثق، جاي من كلمه document معناه وثيقه. اذا هذا الشيء هو documented موثق انه انت عندك هذا المرض متوارث بالعائله، فانت ايش تتوقع؟ تتوقع انه اذا صار تزاوج جديد بين افراد العائله، العائله الوحده زين، الاعمام الخوال، هذا المرض راح يطلع لو ما راح يطلع؟ ممكن راح ينتج بالجيل الاول زين، واذا ما بالجيل الاول بالجيل الثاني. لكن اذا انت ما عندك اي حاله مرضيه او حاله او مرض وراثي بالعائله، وجه فجاه وصار عندك هذا المرض، انت راح تعرف انه هذا المرض ما موجود بعائلتك، هذا المرض وراثيا ما موجود عندكم، لازم شنو؟ تبحث عن اسباب اخرى سببت هذا المرض. حصل ميوتيشن، حصلت طفره بالجين، شنو سبب هذه الطفره؟ هل هي تعرضك مثلا، انا اضرب لكم مثل حتى توضح عندكم الصوره، هذه الفقره الاخيره واقول لكم اقروها زين، ممكن تجي صح وخطا يا شباب. مثلا انت تشتغل بمعمل والمعمل يستخدم مواد كيميائيه خطيره، ممكن تسبب لك ميوتاجين، تعرضت لمرض خطير زي عيني، وجيت تريد تشتكي على الشركه تقول انه هذا المرض اللي صابني هو بسبب هذه الماده اللي انا عملت عليها. فطبعا الشركه تريد انه تدافع عن نفسها، فتروح تبحث عن انه هذا المرض فعلا اجاك بسبب عملك بهذه الماده او هل هو موجود عندك بالعائله. شيء اخر، انا عندي طفل توحدي، يعني انا بالحقيقه فعلا انه انا عندي ابني محمد توحدي. أنا من صار المرض عنده أنا بديت ألوم نفسي، أقول أنه أنا السبب، أنا عزلته، أنا خليته عايش لوحده وما إلى ذلك. لكن بمرور الوقت للأسف الشديد إحنا ما عدنا بالعائلة، وكل واحد يسألني يقول لي موجود عندكم بالعائلة، لأن أكو جانب من الأوتيزم هو environment قد الطبيعة تسببه، وأكو هو جينيتك. فكنت أقول لا، أنه أنا ما عندي بالعائلة حالة مالت أوتزم، أبداً ما عندنا بالعائلة، هذا اللي صار هو يعني بسبب البيهيفيرز مالتي أنا وأبوه، أنه إحنا عزلناه وكذا وما على ذلك. لكن مرور الوقت اكتشفت أنه ابن أخوي اللي عايش بأمريكا عنده طفل توحدي بس ما يقولون، واكتشفت أنه ابن أختي أيضاً عنده توحد. وبعد ما يعني احنا يعني طبعا تعلمنا ودرسنا واطلعنا على هاي الامور اكثر، اكتشفت يعني بدينا نربط انه الهايبر اكتيفيتي اللي كانت عند والدي الله يرحمه هو هذا مرض تشتت الانتباه اللي كان عنده، رغم انه هو كان ذكي جدا الله يرحمه، كان كلش ذكي، بس انه يعني احنا عندنا بالعائله هذا النوع من الأمراض، تشتت الانتباه، الأوتيزم موجود عندنا بالعائلة لكن ما صاير دوكيومنتد إله. ده كانوا كل ما يسألون أقول لهم لا أنا ما عندي بالعائلة، أنا ما عندي. على كل هذا القصد أنه أنت لازم الهستوري مالت العائلة جدا جدا مهم بعملية excluded genetic disease. شنو معناه؟ يعني تستبعد أن يكون هذا المرض وراثي، أو تقول لا أنه هذا المرض وراثي. زين عيني؟ يعني هاي الحالات اللي أنا ذكرتها لكم، أتأكد لكم أنه تثبيت المرض الوراثي شيء كلش مهم، وهذا هو اللي سواه مندل. مندل كل ملاحظاته كان يكتبها، كل جيل كل تضارب كان يسوي بين النباتات كان يكتبه، وبالتالي صار عنده رصيد من المعلومات يرجع إلى ويحدد الصفات اللي كانت تتوارث وتنتقل transmitted down to the offspring، يعني تنتقل من جيل إلى آخر. نرجع نذكر the expression of the mutated allele. هذا الallele هسه احنا راح نذكر لكم تعريف إلى الallele والجين حتى يبقى ببالكم. الallele with respect to the normal allele can be characterized as dominant. هسه
القليل اللي صار لطفرة والقليل الطبيعي ممكن أن نشخصه أو نسميه بتسميات محددة اللي هي الدوميننت السائد والكودوميننت هو السائد اللي عنده صفة مشتركة ولكنها سائدة. أحس إن شاء الله تعرفون شنو هاي المصطلحات والسيجريجيشن وغيرها هاي والقليل والجين. هسا إن شاء الله بمرور الوقت وإحنا راح نسوي تمارين مثل ما كنا نسوي بالسادس إعدادي بس هالمرة تماريق تكون مختلفة وبالإنجليش فشوية تتقوون عليها وتصير هذه المصطلحات كلها سهلة عليكم. All recessive اللي هي المتنحية. There are five basic patterns of inheritance for single gene diseases. أريدكم تنتبهون شباب على هاي. القليل هسه الميوتد والنورمال كاركترايز از ممكن انه نوصفهم او نشخصهم ك دوميننت كو دوميننت او ريسيسيف. هاي تنتبهون عليها ممكن تجيكم فراغات ولو اني ما احب الفراغات شويه تدوخ الطالب ما احبها بس ممكن صح وخطا ممكن تعداد هاي يعني احنا خو ما نخلي كل اسئلتنا multiple choice لازم اذا فرضوا علينا فد نمط معين الجامعه فلازم نتبعه. نحاول انه نعودكم على انماط مختلفه بالاسئله من خلال الكويزات. هسه عندنا خمس انماط اساسيه من الوراثه بالنسبه للسنجل جين ديزيزز الامراض اللي لها اللي جين واحد هو يسبب هذا المرض اللي هو الأوتوسومال دوميننت. هسه عرفت الدوميننت معناه سائد الريسيسيف معناه متنحي. أوتوسومال دوميننت اللي هو الجسمي الأوتوسومال ريسيسيف اللي هو الجسمي المتنحي صفة جسمية متنحية. إكس لينكت هذه الإكس لينك معناها إلها علاقة بالجنس يعني تصير بالأناث أو تصير بالذكور. إكس لينكت دوميننت إكس لينك ريسيسيف هشوفوا سهلة الحفظ. الميتوكوندريا قد تكون غريبة شوية عليكم وهسا نجي نشرحهم بالتفصيل. هذول أريدكم تنتبهون عليها شباب قد تشوفوها هواية بس إن شاء الله تكون سهلة عليكم. أوتوسومال دومينانت هذه الأوتوسومال دومينانت هذه الأليلات شنو تسبب لي؟ Each affected person has an affected parent. كل شخص مصاب يطلع عندي بالتضارب معناه أنه شنو جاي من أمه وأب مصابين. أوكي occurs in every generation يحدث في كل جيل يعني تشوف أكو أشخاص يصير عندهم عوق مثلا فتشوف العوق يعني في كل جيل يظهر مرض معنى مرض عفوا وراثي مثلا سيكل سيل أنيميا تشوف في كل جيل يظهر هذا إذا الأم والأب كانوا مصابين في كل جيل الجيل الأول، الجيل الثاني، الجيل الثالث لازم يطلع أشخاص مصابين فيحدث في كل generation. Autosomal recessive بما أنه recessive both parents of an affected person are carriers. أريدكم تتبهون على هاي المصطلحات. Affected معناه مصاب. Carriers معناه حامل للصفة. تتذكروا هاي؟ هو حامل للصفة هو ما يظهرها بس حامل إلها. مثلا صفة الصلاة. المرأة تحمل صفة الصلاة بس ما تظهرها بس ومن تنقلها تنقلها لأولاد للأجيال الذكور فقط ما تنقلها للإناث. النقطة الأخرى not typically seen in every generation مو بالضرورة أشوفها في كل جيل هذا الرسيسف الأوتوسومال رسيسف. نجي للإكس لينك الدوميننت females more frequently affected أكثر شيء هم من اللي يصابون الفيميلز. Can have affected males and females in same generations. هو بصورة أساسية أو بشكل متكرر هي من اللي يصاب الفيميل. لكن ممكن أيضا نشوف بالجيل أنه عندنا male وفيميل مصابين. يعني تجي الأم مصابة والأب سليم. أو حامل للصفة مثلاً نشوف عندنا بالجنريشن يكون عندنا ميل وفيميل مصابين. أريدكم تنتبهون على هاي الشغلة خافت حتى ما تخربط عليكم بالامتحان. affected معناه أنه مصاب carrier معناه أنه حامل للصفة.
X-linked recessive males more frequently affected. هنا الrecessive أكثر شيء يصابون الرجال. بالdominant أكثر شيء يصابون النساء. النقطة الثانية من الX-link recessive المتنحي affected males often present in each generation. يعني الذكور المصابين غالبا يظهرون في كل generation. الميتوكوندريال can affect both males and females but only passed on by females. فقط الفيميلز هي اللي تاخذها. Can appear in every generation. ممكن أن يظهر في كل generation أن هذه الخاصية مالت الأليل. هنا بعض الأمراض اللي أنا أتمنى بس أنا طبعاً راح أحكيها هسه وإن شاء الله أنتوا من أنزل المحاضرات والتسجيل الصوتي تسمعوا مرة ثانية وأنا أعتذر من عندكم أنه ترجعون للمحاضرة وأشروا الأشياء المهمة حتى تبقون تقروها. هنا الأوتوسومال دومينانت هذا النوع الأول أخذوا الهانتنجن ديزيز. طبعا هذا أنا كلش ما أعرف ألفظ أنا آسفة طبعا. هانتنجن ديزيز هذا مرض عصبي. نيوروفايبروماتوسيس هذا أخذوه والبقية لا تأخذوها بس أول تاني أول مرضين تنتبهون عليهم. أوتوسومال ريسيسيف أريدكم تأخذون أول واحد تتركوه خاف صعب عليكم تحفظونه بس سيكل سيل أنيميا السيستيك فايبروسيس هذا اللي تشمع الكبد أو تكيس الكبد زين. والفينول كيتون يوريا احنا ماخذينه قبل اذا تذكرون باول محاضره فينول كيتون يوريا. الاكس لينك دومينانت هذه هم بس اثنين نوعين حالتين وكل واحده من عندهم طولها 20 حرف. اوكي هذه طبعا واحد نقص فيتامين هايبوفاتيميك ريكتس فيتامين دي ريزيست ريكتس والأورثينين ترانس كاربينيليز ديفيشنسي نقص في هذا الانزيم هو الاكس لينك دومينانت اللي هو قلنا يصيب النساء اكثر شيء. الاكس لينك ريسيسيف هو يصيب الولد اكثر شيء. اعتقد تعرفون الهيموفيليا نصف الدم الوراثي فأخذوا بس الهيموفيليا زين شباب. بالنسبة للميتوكوندريا هم بس نوعين من الأمراض اللي هو ليبرز هيريديتري أوبتيك نيوروباثي أعتقد إلى علاقة بالعصب البصري والكيرنز ساير سيندروم هاي مرضين فقط تنتبهون عليهم يعني حاولوا أن تحفظون الباترن مع example للديزيز. هنا أنا بهذه الصورة نوضح لكم الانهيرتنس باترنز. قايل not all genes migrate and follow strict Mendelian patterns ليس كل الجينات يعني تنتقل أو تتبع أنماط مندلية بصورة يعني مشددة. Because of this, a spectrum of dominance was created. ولذلك صار عندنا dominant وrecessive صار عندنا سائد وصار عندنا متنحي صارت هاي الحالة. فشنو السبب؟ سبب إنه not all genes migrate and follow strict Mendelian patterns. هذا ممكن يجيكم صح وخطأ يا شباب. Okay. Complete dominance سيادة تامة أدنى والcodominance السيادة المشتركة. السيادة التامة مثل ما جاي تشوفون بهذا المثال الأول اللي هو autosomal dominant. شلون إنه طبعاً affected father الأب مصاب والunaffected mother الأم غير مصابة.
وشوفوا التضارب بعدها ايش راح يطلع لنا. الجيل affected son, unaffected daughter, unaffected son, affected daughter, يعني راح تطلع لنا متساوية النسب مالتهم. كل واحد يعني 25%. هنا أنا الكودومينان جايب مثال عليها, هي فصيلة الدم. مثل ما تعرفون فصائل الدم عندنا أربعة, هي الـ A والـ B والـ AB والـ O. أيضا هنا نسوي تضارب لفصيلة الدم A, فصيلة الدم B, وشوفوا الناتج من التضارب طلعت لي A و AB و B و O, يعني أيضا نسبة 25% لكل, يعني نسبة حصول أو ظهور هذه الصفة هي 25%, نسب متساوية. هنا هذه الجروبات, أنا من هذا الشباب أريدكم تنتبهون على أنه أول فقرة قلت لكم ممكن تجيكم صح وخطأ, والفقرة الأخيرة اللي هي مالت الكودومينت مالت فصائل الدم البلد تايب, لازم تعرفون أنه الـ A والـ B are dominant, يعني أكثر شيء موجودة. مثل ما تعرفون أنتوا أغلبكم تشتغلون بالصحة, الـ O is recessive متنحي, ولذلك نشوف يعني فرصة حدوثه بالعائلة قليل جدا, حتى وإن كان أحد الآباء فصيلة الدم O, فنشوف الأجيال اللي تطلع نسبة قليلة منها تحمل فصيلة الدم O لأنه متنحي. زين, لأنه فرصة حدوثه ما تكون كثيرة, بينما الـ A والـ B واللي هم ينتج عندهم أيضا فصل الدم الـ AB يكونون dominant. هاي النقطة تتبهون عليها. هنا أنا هذه لكم بس شلون يصير التفاعل وشلون يصير AB أي أنتجين. هسه هذا عنده مثلا جروب A عنده على السطح مالته أي أنتجين, فهنا أنا على السطح على الجروب B عند الـ B أنتجين, هنا أنا عند الـ AB أنتجين. يعني شنو يعني ما عندهم أنتيبادي, يعني هذا الأنتجين من تجي أنت تنطي دم, أنت من تطي دم أيضا نطيت دم الجسم, معناه أنت دخلت له أنتجين, فما يتكون أنتيبادي ضده. ليش؟ لأن هو أصلاً نفس الفصيلة, فهو ما عنده أنتيبادي ضده. بينما لما تطي فصيلة دم مغايرة راح هذا أي أنتيجين يشتغل. هاي إحنا جاي نحكي على جروب أي بالبداية, انتبهوا عليها زين عيني, فما راح تشتغل ضد الأي, لكن تشتغل ضد أي فصيلة أخرى, مثلاً أو فصيلة بي فصيلة أي بي. ونفس الشيء بالنسبة لبي, البي يقبل من البي لأنه هو ما عنده أنتيبادي ضده, وبالنسبة للأي بي ما عنده أنتيبادي ضد الأي بي وعنده أنتيجينز, فلذلك يأخذ من الكل. شباب تشوفون أنه يأخذ من الأي والبي والأي بي لأن عنده أي بي أنتيجينز. بالنسبة للأو ما عنده أنتيجين, فبالنسبة إلى كلها أي فصيلة الدم تجي تنطيه إياه تعتبر أنتيبادي, عفواً تعتبر إلى أنتيجين, فما فالجسم شي يسوي يقوم يكون أنتيبادي ضده ويصير تضارب فقط فصيلة الدم, فما يأخذ بس من فصيلة الدم مالته. فهذه لكم, أنا ما مجرد شيء يعني ذكرته كموضوع, ما راح أطالبكم بهذه الصورة, بس إذا سوينا تمارين تخص البلد جروب لا ذاك شيء مختلف. هنا أنا هذه التيرمز نحب نعرفها, الجين a segment of DNA قطعة من الدي ان اي تحتوي التعليمات structures to make a specific protein molecule, حتى تسوي لي بروتين معين, او نقدر نقول انه the basic biological unit of heredity هو الوحدة البيولوجية الأساسية للوراثة, أو تقدر تقول it is the smallest molecule contains or smallest unit contains
the DNA or contain the genome. زين هي أصغر وحدة تحتوي DNA, أصغر وحدة تحتوي عفواً هي مو تحتوي, هي جزء من DNA sorry, تحتوي المادة الوراثية. أصغر وحدة تحتوي المادة الوراثية. شنو الأليل؟ البعض من عندكم قال إنه الأليل هو شكل مغاير للجين. فعلاً هو شكل مغاير للجين. One of two or more alternative forms of a gene. شكل مغاير من الجين. Okay. حصل عليه mutation, حصلت عليه طفرة, and are found at the same place on the chromosome. موجود على الكروموسوم. حالة من حال الجين. هنا هذه المصطلحات هم أريدكم تعرفوها, وأريدكم تميزون شنو الفرق بين الدوميننت تريتس والريسيسيف تريت. وأعتقد أنتم أخذتوا هيك جانب بالعملي ويا أستاذ حيدر, عفوا ويا أستاذ وديان, أنه الصفات التريت معناه صفة. هذا مصطلح نستخدمه بالوراثة, صفة سائدة وصفة متنحية. شنو الفرق بيناتهم؟ الدوميننت, دوميننت means that this allele will be expressed if it is present. معنى انه هذا الاليل راح يصير له تعبير اذا كان موجود. Represented by a capital letter. تقدرون تقولون upper case or lower case. اثنيناتن يعني تعني small letter و capital letter. انا كاتبين capital letter, يرمز الى بالcapital letter. Recessive المتنحي. A recessive allele will only be expressed in the absence of a dominant trait. الليل المتنحي راح فقط يصير لتعبير إذا الدومينت ما كان موجود. زين؟ يعني إذا تتذكرون RR مثلاً اثنينات small, هذا يصير لتعبير يظهر. بس لما يجي R capital, R small, لا, R capital هو اللي يظهر. R small ما راح يظهر. بأن من نسوي التضارب. Represented by a lowercase letter. هنا يقول مو مهم, الفقرة الأخيرة على يساركم يقول which letter you choose to represent an allele is arbitrary. يعني ما لا يعني كيفك. That means you can make it up. ممكن أنت يعني من أعطيكم مثلا مسألة وأقول لك سوي لي تضارب بين هذه الصفات. شو يطلع الجيل الأول الجيل الثاني؟ أنت أي letter, أي حرف تريد تختاره حتى تعبر عن الصفة السائدة والمتنحية, it's up to you, اختيار إلك. مثلاً هنا قايل لنا the trait we are looking at, مثلاً it's freckles. من يقول لي شنو الفريكلز شباب؟ من يعرف الفريكلز شنو؟ البنات أنتوا لازم تعرفوها. ها؟ من يعرف الفريكلز شنو؟ هلو؟ انت وياي لو لا؟ نعم وياش دكتورة. اوكي فريكلز شنو فريكلز؟ وين هم البنات؟ احنا عندنا بنات كم وحدة؟ أربعة غير؟ دكتورة جاوبني مش لحقت تتنمش لحقت تبحثوها هو النمش ليش تلحقنا هو النمش زي يعني طبعا يعني هذا شيء أنا ما عرفته يعني عرفته من كنت أدرس برا إحنا نعتبره يعني شيء غريب أو جائزي مشوه لل يعني شكل المرأة بينما بالغرب يعتبروا صفة من صفات الجمال أنه يصير بها فريكلز عفوا بمنطقة الصدر أو الوجه مالتها إحنا لا نعتبره فشيء بالعكس يعني مظهر من مظاهر القبح شوف اختلاف الموازين شلون على كل فريكلز مختارين F capital للdominant حتى تمثل لي الdominant trait والF small حتى يسوي لي recessive. اوكي فمثل ما تشوفون هنا مطيكم فانتوا لكم حق الاختيار من تريدون تسوون اي صفة تعبرون عنها باي حرف انتوا تردونه. هسه نجي للمندلز لاوز اوف انهيرتنس قوانين مندل الوراثية. هنا مثل ما تشوفون هذه الصفات السبعة اللي درسها مندل
في نبات البازاليا اللي كان يعمل عليه. زين شباب، هنا بالنسبة للشكل، شكل البذرة السيد، البذرة والفلقة كان دائري، عفوا جراي، لونها رصاصي أو رصاصي، نعم، ودائرية راوند، أو تكون بيضاء وايت and wrinkled. wrinkled معناه مجعدة. بالنسبة للفلقة يلو، تكون صفرة أو خضرة. هذه الصفة الثانية، صفة الورود الفلاورز، violet وايت، وايت أبيض وفايلت بنفسجي. بالنسبة لل هو هذا النبات مالته بود فورم فول بشكل هيك متكامل أو constructed بشكل شلون نقول إحنا متخصر أو متقطع. الكلر يا أما يكون green يا أما يكون yellow. أيضا بالنسبة للستم الساق شنو كانت؟ كانت البراعم مالته كانت axil buds flowers along، يعني إذا تقدرون تميزونها تشوفون الوردة وين صايرة، صايرة بين الساق وبين الفرع الطالع من عنده، بينما الثاني الجوة الterminal buds flowers top، يعني إنه الوردة صايرة بالقمة. زيعني بينما هنا لا تصير بال، وطبعا ألوان الأزهار يا أما violet يا أما white. وبالنسبة للسايز حجمه يكون طويل أو قصير، هذه الصفات السبعة اللي درسها مندل، فهذه مهمة تتبهون عليها. هنا أنا مجرد كلام قايلكم أنه بين هذه السنوات 1856 و 1863 كان عمل مندل لمدة 7 سنوات. عمل مندل، مندل conducted the hybridization experiment، تضارب، سوى تجارب تضارب، ضارب أبيض مع بنفسجي، الألوان المجعد مع الراوند، ضارب كل شيء هواية، سوى تجارب كل شيء هواية بهذا النبات. في هذه الفترة يعني تعلم أنه يختار صفات معينة، هذه الصفات الظاهرة تكون بالصورة هي اللي درسها خلال تجارب مالته. ليش اختار مندل هذا النبات؟ هذا واحد من الأسئلة اللي راح يجيكم بالكويز يوم الأحد إن شاء الله. هو أريدكم تجيبوا لي الاسم العلمي لنبات البازاليا، الاسم العلمي لنبات البازاليا يا شباب. زين، ليش اختار؟ أنا سبق وإن قلت لكم شباب أنه تجارب الوراثة تجارب يعني معقدة، تجارب مكلفة، تجارب أنه أنت تحتاج تعيدها عدة مرات حتى تحصل على نتيجة مضبوطة أكيوريت ودقيقة. ولذلك تريد المواد اللي تتعامل بيها تكون مواد متوفرة، مواد رخيصة، مواد أو كائنات حية سريعة التكاثر. نفس الفكرة، نفس الفكرة، تذكرون من تكلمنا عن البكتيريا اللي تعدل وراثيا ويستخدموها بالصناعة. ليش يستخدموها بالصناعة؟ لتتكاثر بسرعة ورخيصة وتنطيني إنتاج عالي. نفس الشيء بالنسبة لدروسوفيلا ميلانوغاستر، تذكرون ذبابة الفاكهة اللي قلنا أن توماس هانت مورغان اشتغل عليها هو وزملاء، ودرسوا التجارب مات مندل أعادة واكتشافها باستخدام هذه الذبابة. ليش؟ لأن إذا تذكرون قلت لكم سهل الحصول عليها، يعني مجرد أنت تحط فاكهة عفوا وفضلات أكل برا لفترة تجي تلقى النباتات مستاهلها. لا يا الكعب يلحق الشافد عليك بشوف الشيء معه. هاي أول شوط، يبقى من الشوط الثاني. مرحبا مرحبا، الله يخليك، الحمد لله. أكرم دكتورة، هاي صوت يمت ما جاي أعرف منه، ما جاي أعرف منه أخي ربيع، ما جاي أعرف منه من الشباب. دكتورة تطلع عندك اللي يفتح
أنا هسه طلعت، أنا طلعت الشات أشو كله مقفول، كله مقفول. ما عدا واحد من الطلاب هسه انطيته. اتمنى هذا يصير شيء ما يحصل على كلن. فنفس الفكرة انه ليش اختار هذا النبات، اول الاسباب ذا بي بلانت، ممكن اجيب لك اقول لك ليش مندل اختار نبات البزاليا حتى يسوي التجارب مالته. هذه الأسباب المذكورة عندك أنه سهل زراعتها وسهل الاعتناء بها. The bee plant can be easily grown and maintained. بسهولة نقدر أن ننميها ونقدر أن نحافظ عليها. Maintained معناه إدامة، إدامة إلها. They are naturally self-pollinated, pollinating, but can also be cross-pollinated. هم طبعا يصير تلقيح ذاتي بالطبيعة بشكل طبيعي، وممكن احنا نسوي لهم تضارب، يعني تلقيح مضارب نوع مع نوع اخر. It is an annual plant، هو نبات حولي، يعني اني القاه بكل وقت. Many generations can be studied within a short period of time، اقدر يعني انا مو فصلي القاه بس بالصيف، القاه بس بالشتاء، القاه بس بالربيع واحتار به، لا هو موجود طيلة أيام السنة، ولذلك يمنحني فرصة أنه أسوي تجارب هواية. آخر سبب هو it has several contrasting characters. شنو معناها هاي؟ ربيع شنو معنى هاي الفقرة الأخيرة؟ ربيع أو أي أحد آخر؟ يمتلك العديد من التراكيب، يمتلك العديد من التراكيب دكتورة. يعني شنو الكاركترز؟ كاركتر شنو؟ صفات يعني contrasting، contrasting متناقضة. صفات دكتور. أي نعم، يمتلك العديد من الصفات المتناقضة. تمام لو لا أحسنتم. يعني نرجع للصورة، شوف الصورة. يعني بالبذور أكو اختلاف، بنوع بالألوان مالت الفلاورز الوردة أكو اختلاف، بنوع الثمرة أكو اختلاف، بموقع الزهرة أكو اختلاف، بطول النبات أكو اختلاف، ارتفاعه، فبيه هواية صفات متناقضة، ولذلك سهل استخدامه. نجي المندل conducting two main experiments to determine the laws of inheritance. مندل سوى تجربتين أساسيات حتى يخلي قوانين الوراثة. هذني mono hybrid cross experiment و die hybrid cross experiment. المونو هايبريد شنو معناها؟ مختصر هذا الكلام كله. المونو هايبريد انه اخذ صفة، مثلا لون النبات الوردة لونها ابيض، واخذ نبات لون الوردة مالته فايوليت اللي هو البنفسجي، وضاربهم مع بعض وشاف الجيل الاول شنو راح يطلع، وهذا الجيل مني ضاربه شنو يطلع. هذه المونو هايبريد كروس اكسبيرمنت. شنو تتوقعون الداي هايبريد كروس اكسبيرمنت؟ ايش تتوقعون الداي شنو تعني؟ الداي شنو؟ داي ثنائي، يعني ثنائي. اي شنو؟ شنو مونو وشنو داي؟ المونو معناه أحادي المفرد، والداي هو الثنائي. الأحادي وهذا الثنائي. نعم نعم، احنا قلنا الأحادي أخذ لون بذرة مختلف عفوان وسوى تضارب، عفوان تضارب بين النباتات. هنا بالداي هايبريد سوى، تذكرون يعني مزج، مزج بين النباتين دكتورة. صحيح yeah. بس مش يقصد به، يقصد به هنا هجين. نعم هجين، يعني يعني ثنائي التهجين. لا مو عفوا، اخذ نبات بصفتين مختلفات زعيني عفوا،
يعني أخذ مثلا طول النبات ولون الزهرة، زي يعني مختلفات، مو إحنا بالمونو هايبرد أخذنا صفة واحدة، بالداي هايبرد لا أخذ صفتين، يعني تتذكرون بالورقة مثلا صفة الطول ولون الأزهار. بالضبط بالضبط. فأخذ بالداي هايبرد أخذ نوع صفتين مختلفات، سوى تضارب بين نباتين زي يعني حتى يشوف شنو الأفوان اللي هو الجيل الأول والأفتو والجيل الثاني شنو يطلع، حتى يخلي قوانين الوراثة. هي هاي اللي أنا حكيت لكم عليها، إنه هو أخذ النباتات البزالية، أخذ بعين الاعتبار كل الصفات السبعة اللي ذكرناهن المتناقضات، وأجرى التجارب عليهن المونو هايبريد. لما سوى التضارب بين نباتين طلعت النسبة مالت الاف 1 بروجيني الجيل الاول هي نسبة 3-1، بينما الداي هايبريد لما سوى تضارب بين صفتين مختلفات طلعت النسبة 9-3-1. زي عيني. فأنتوا من من هذا السلايد واللي بعده عرفوا إنه المونو هايبريد كروس إكسبيرمنت والداي هايبريد كروس إكسبيرمنت، ذني تجارب اثنين سواهن مندل بالمونو هايبريد. شنو اختار؟ اختار صفة واحدة أو أي نعم صفة واحدة يدرس عليها. بالداي هايبريد اختار صفتين. بالمونو هايبريد النسبة طلعت 3-1، بالداي هايبريد طلعت 9-3-3-1. فهاي تتبعون عليها النسب مالتها وهو شنو اخذ. هسه نذكركم بال بونت سكوير. هسه تقولون شنو البونت سكوير؟ النكست جينيريشن از دكتور. هذا مربع بونت. شنو مربع بونت؟ ذا it is a square diagram، هو عبارة عن شكل مربعي زين مخطط. that is used to predict، يستخدم للتنبؤ بالجينوتايب بالنمط الوراثي المحتمل ظهوره عندما نسوي تضارب خلال عملية خلال التجارب مالتنا. it is named after Reginald C. Bennett، هذا العالم هو اللي اخترعه، هو اللي صممه. زين الفقرة الثانية تقول the diagram is used by biologists to determine the probability of an offspring having a particular genotype، يستخدم من قبل علماء علوم الحياة ليحددون الاحتماليات اللي الذرية شنو راح يكون الجينوتايب مالتها، المادة الوراثية أو الانسايد ميك اب أو الجينيتيك ميك اب مالتها شنو راح يكون. هسه راح أكيد راح تتذكرونه. هذا هو المربع زي عيني. هذا مثال البي جينيريشن معناه البيرنتس، يعني مختصر البي كلمة بي هاي بالرصاصي الطوخ مكتوبة عندكم على يمينكم. البي جينيريشن معناه البيرنتس. شوفوا هي تكون مجعدة وهذه تكون دائرية صفرة يلو وهي تكون خضرة مثلا. وشوف التضارب اللي صار، فمختارين هنا صفتين زي عيني. صفة الأصفر هي السائدة وصفة الراوند الدائرية هي السائدة. احنا اتفقنا انه الصفة السائدة تكتب بكابتل لتر والصفة المتنحية تكتب بسمول لتر. فشوف التضارب بيناتهم، نتج عندي أخذت هذا الفرد اللي نتج عندي، وطبعا بعدين إيش راح يصير، هو مو بس هذا الفرد بس ماخذيكم يعني واحد من عنده. قايلين إنه ال F1 generation phenotype مالته الدوميننت هو أصفر ودائري، هاي بعدنا إحنا إذا على إيدكم اليمين. بعدين الـ F2 generation الفينوتايب مالتهم طلعت نسبة 9-3-3-1. انتم منتجين تجون عفوا تريدون تسوون التضارب بين
الخط الأفقي مع الخط العمودي راح تطلع لكم هذه عفواً الجينوتايب، ومن تجون تحسبونها راح تطلع لكم هذه النسبة اللي هي 9331. هذا البنت سكوير، وإحنا ممكن أنا أجيب لكم إياه وأنتوا تسووا لي التضارب اللي يصير داخل هذه المربعات وتكتبوا لي النسبة. زين شباب، يا ريت تراجعوها تشوفوها، بس إحنا ما راح أسا يعني بالكوز، الكوز يوم الأحد ما راح يشمل هذا الشيء، لكن للمستقبل إحنا راح نبقى مع هذه المحاضرة يمكن أسبوع آخر بعد إذا مو اثنين، نسوي تمارين وإكسرسايز وتضارب بين صفات وما إلى ذلك، نسوي تمرين عليها حتى نفتهمها كل زين ونعيد الذاكرة مالتنا اللي أخذناها بالسادس. Conclusions from Mendel experiment. شنو استنتج مندل من التجارب هذه مالته؟ استنتج ان الجينتك ميك اب اوف ذا بلانت شنو يسمونه؟ يسمونه جينوتايب، وانه الفيزيكال ابييرنس المظهر الجسدي او الخارج اللي يظهر على النبات يسمونه الفينوتايب. الثاني استنتاج الثاني انه الجينات the genes are transferred from parents to the offspring in pairs known as allele، انه الجينات تنتقل من الاباء الى الذريه في أزواج على هيئة أزواج تسمى بالأليل. وطبعاً هو في ذلك الوقت ما كان يسميها جين، هو ما كان يعرف، كان يقول genetic factors، ما كان يقول إنه جين. الثالثة during gametogenesis أثناء عملية تكوين الأمشاج when the chromosomes are halved، عندما الكروموسومات تكون يعني مقسمة نص من الأب نص من الأم، there is a 50% chance of one of the two alleles to fuse with the other parents، يعني ممكن انه واحد من هاي الأليلات ممكن انه يروح يندمج مع احد الاباء، يعني ممكن انه يصير توزيع غير عادل للجينات. الرابع when the alleles are the same، لما الأليلات تكون نفس الشيء they are known as homozygous alleles، and when the alleles are different they are known as heterozygous alleles. حتى من أقول لك homozygous alleles تعرف أنت شنو، أنهن متشابهات. زين heterozygous alleles تعرف أنهن غير متشابهات مختلفات، يعني مثلا R capital R small، بينما homozygous معناه R capital R capital R small R small، المهم يكون أن الأليلات متشابهات. heterozygous alleles معناه أنه مختلفات. زين يعني co-dominant إذا تريدون تسموها تسمية أخرى هي co-dominant. إذا ترجعون هسه بالكلام إلى السلايد اللي ذكرنا إنه co-dominant شنو؟ co-dominant يعني يصير حرف capital ويا حرف small. هنا القوانين مندل ثلاثة هي law of dominance قانون السيادة، قانون الانعزال law of segregation، وقانون الindependent assortment التشكيل المستقل. هاي القوانين الثلاثة سواهن مندل. Law of Dominance تعريف وكلام عنه، This is also called Mendel's first law، يعني من أجي أقول لكم قانون مندل الأول مال الوراثة أنت تعرف أنه أنا جاي أحكي عن Law of Dominance قانون السيادة. According to the law أكمل عفوا راح أقراها، This is also called Mendel's first law of inheritance. According to the law of dominance, hybrid offsprings will only inherit the dominant trait in the phenotype. يعني أنا من عندي صفة سائدة فقط جاي أضارب صفة سائدة، فالصفة السائدة راح تظهر لي 100% أنا بالفينوتايب بالجيل اللي راح ينتج عندي. فهاي قانون السيادة. الفقرة اللي بعدها يقول the alleles that are suppressed are called as the recessive traits، هاي طبعا احنا الصفات اللي يصير لها تثبيط نسميها المتنحية، while the alleles that determine the trait are known as the dormant traits، يعني الأليلات اللي تخص هذه الصفات المتنحية يسموها بالأليلات أو عفوا الصفات الناتجة من هذه التضارب راح يسموه بالdormant traits، بالصفات
عفوا مثل السبات او الصفات الساكنه الدورمنت الساكنه يعني ما تظهر. يعني ايش راح يظهر لي انا من اسم القانون قانون السياده يعني الصفه السائده هي اللي راح تطغي هي اللي راح تظهر. زين شباب هنا law of segregation شويه صار صارت يعني شويه بالتبديل مالته هذا قانون مندل الثالث. يعني أنا من أجي أقول لك قانون مندل الثالث من هو تقول لي law of segregation. أوكي شنو هذا law of segregation؟ The law of segregation states that during the production of gametes يعني خلال عملية تكوين الأمشاج two copies of each hereditary factor segregate so the offspring acquire one factor from each parent. تذكرون ما أنا آسفة إحنا يعني شكل ما خال لأني احتمال أرجع أخليكم شكل حتى تهموا. مثلا أنا عندي R capital R small لمن أجي أريد أكون الأمشاج إيش راح يصير؟ ال R راح تروح لوحدها الكابتل وال R small راح تروح لوحدها وبعدين يجون يلتقون صح لو لا حتى يطوني الأوفسبرينج حتى يطوني الناتج الجيل الأول والجيل الثاني. هنا أنا قايل لكم in the other word بمعنى آخر بكلام آخر الليل اللي هو alternative form of the gene pairs segregated during the formation of gametes الأزواج ينفصلون خلال عملية تكوين أمشاج and reunite يرجعون يندمجون بشكل عشوائي خلال عملية الإخصاء. أوكي يعني ماكو ترتيب معين بشكل عشوائي يرجعون يلتحمون. Law of Independent Assortment هذا قانون مندل الثاني. The Law of Independent Assortment شنو معناه؟ It states that a pair of traits segregates independently of another pair during gametes formation يعني أنه زوج من الصفات ينفصل بشكل يعني مستقل عن الزوج من الصفات الأخرى خلال عملية تكوين الأمشاج. هذا مثل ما نسوي إحنا داي هايبريد كروسينج هسه اللي حكينا أنه نختار صفتين مختلفات ونضارب بيناتهم. من نجي نريد نسوي الجميت خلال عملية تكوين الأمشاج هذه الصفة مثلا ساق طويلة ووردة بيضة هذني راح ينفصلا زين عيني بصفة مستقلة. ممكن صفة اللون الأبيض تروح ويا الشورت ستيم مع الساق القصير وممكن إنه الفايولت اللي هو البنفسجي يروح ويا اللونج ستيم وهكذا. يعني إنه يصير توزيع مستقل ما إلى علاقة بدون ترتيب يصير إنه يعني تروح كل صفة مع صفة مختلفة أخرى مو نفس الصفة اللي إجت من عندها مو نفس عفوا يعني تكون نبات جديد. مثلا أنا عندي نبات أقربها لكم الصورة أنا عندي نبات طويل أبيض الوردة مع قصير بنفسجي الوردة إجا أريد أسوي أمشاج منه راح تنفتح هذه الصفات راح كل صفة تروح لوحدها وبالنسبة لكل نبات وبعدين تجي تندمج مع بعض حتى تكون أثناء عملية الإخصاب فراح ينتج عني نبات ينتج عفوا عنها نبات مختلف عن النبات الأم يحمل صفات مختلفة. هذه نفس الشيء هنا أنا بالنسبة لل law of independent assortment. زيني هنا أنا ال key points of Mendel's law أعتقد إحنا خلصنا هذا آخر سلايد. شنو النقاط الأساسية بقوانين مندل اللي ذكرناها؟ إن law of inheritance was proposed by Gregor Mendel after conducting experiments on bee plants for 7 years. هذه القوانين قوانين الوراثة وضعت من قبل غريغور مندل بعد يعني تجارب على نبات البازلاء لمدة 7 سنوات من ما ذكرنا من 1853 أعتقد إلى 1900 56 سنوات 56 إلى 1863
سبع سنوات هو يشتغل فجال ما كل ولا مل على نبات. طبعا هو هسه ربيع يقوله وش ورا، لا عنده لا زوجة ولا أولاد، وقاعد بالكنيسة الوحدة وقاعد يسوي التجارب. صحيح، هذا طور العلم الوراثي. ايه كل علم الوراثة استند على هذه القواعد، احنا ما نستهزئ بالعلم الحمد لله. لا بالعكس، مندل بال الحمد لله. لا بالعكس، اظهر لنا الامراض الوراثية وشلون نتجنبها وشلون. لا بالعكس، لا الله وإله. ايه الحمد لله. لا بالعكس، امزح وياك انا بالعكس. The Mendel's laws. الله يخليك، الله يخليك. Of inheritance include law of dominance. هاي قوانين مندل تتضمن إن هي مثل ريفيو، يعني كمراجعة ترى هاي النقاط، ما بيها شيء جديد. من وضع القوانين وضعها روهان مندل على نبات اشتغل عن نبات البازاليا، كم سنة بقى يشتغل؟ سبع سنوات. الصفات اللي مالت نبات البازاليا السبعة اللي يشتغل عليها مهمة. ليش اختار نبات البازاليا دون النباتات الثانية؟ لازم تعرفون شنو مصطلح الدوميننت تريت، ريسيسيف تريت، شنو معنى الكودومينن، شنو معنى. أمثلة أشوف أمثلة زين. الدوميننت تريت شلون أكتبها لو ردت أسوي تجربة أو أسوي تضارب؟ الريسيسيف شلون أكتبها؟ البنت سكوير هذا شنو المن يستخدم، شلون أشتغل عليه زين؟ هاي تعرفوها. القوانين مال مندل الوراثية من هي؟ هي law of dominance اللي هو يسمونه الفيرست law، law of segregation هذا القانون الثالث، law of independent assortment هذا الثاني، شوية تبديل أنا آسفة صاير بي. نجي على law of segregation state that every individual possesses two alleles and only one allele is passed on to the offspring. يعني كل كائن عنده الليلين اثنين، لكن الليل واحد فقط هو يروح للأوف سبرينج. لأن ليش؟ لأنه هم ينفصلون، وإحنا جاي نقول سيجريجيشن انعزال، تنعزل خلال عملية تكوين الجاميت، وبعدين تروح ليصيرها ري يونايتد عفوا لما تكون لنا الأمشاج، لا مو الأمشاج عفوا، لما تكون البيضة المخصبة الفرتلازيشن. آخر نقطة law of independent assortment state that the inheritance of one pair of genes is independent of the inheritance of another pair. يعني يقول لك إنه مو جاي نقول التوزيع المستقل، يعني كل زوج من الجينات يتوزع بشكل أو يتوارث بشكل مستقل عن الزوج الآخر. يعني الصفات ربطوها بالصفات مالت النبات، يعني أنا أخذت طويل أبيض مع قصير بنفسجي ممكن يطلع لي النبات طويل بنفسجي، ممكن يطلع لي قصير أبيض، مو بالضرورة أنه يطلع لي. فكل زوج من الصفات ينعزل عن أو عفوا نعم ممكن أن يتوارث بصفة مستقلة عن الزوج الآخر. يعني صفة اللون ممكن تتوارث بمعزل عن صفة الطول، صفة أنه النبات البذرة مالته دائرية والبذرة مالته مجعدة ممكن أنه تتوارث بصفة مستقلة بصورة مستقلة. هذا كل اللي موجود بالنسبة للمحاضرة مالت اليوم. أتمنى ما تكون تعبتكم، مواضيع مو صعبة إن شاء الله، بس أنا راح نحاول أنه نشتغل فتشي على التضارب وعلى الجينات وما إلى ذلك، وحاول أنه نسوي فتشي شوية مغاير إن شاء الله خلال هذه الفترة القادمة من السمستر ويا باقي المحاضرات بإذنه تعالى. أرجع أقول يا شباب اللي يوم الأحد الساعة 9:30 إن شاء الله امتحان كويز بالمادة من هذه المحاضرة، هذه وحدة. الشيء الثاني إذا أنتوا عندكم أي استفسار أي سؤال بخصوص التقرير تنطو سبت أو أحد الست وديان وهي توصل إلي إذا أنا ما شفتكم. أتمنى إن شاء الله أقدر أتواجد يوم الأحد العصر إن شاء الله بإذنه تعالى. بعد أي سؤال عندكم خصوص المادة مالت اليوم شباب، أي استفسار؟ السلام عليكم دكتورة. أهلا وسهلا عزيزتي، هلا ومرحبا.
العفو بس الكويز يا ريت تخلينا يوم الاثنين لان الاحد عندنا عنده دوام بالكليه اذا يعني يصير. اوكي شكرا دكتور. هلا يعني الاثنين راح مثلا انتوا الصف الثالث المسائي راح نسويه كل اثنين لان الامتحان اللي فات هم كان يوم اثنين. اوكي الاثنين ان شاء الله. اوكي يعني انا ذاك الامتحان ما ادري عبالي يوم الثلاثاء ما دخلت كويز ما امتحنت. اه ليش تشربي؟ لا لا ما ادري والله دكتور حقيقه مو عادله عبالي يعني يوم الثلاثاء مو عادله منك ابدا والله حقيقه يعني انا هذا الباب مقصر. لا لا عفوا لا 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 تقصير من عندي انا ادري. لا عيني لا كنا دريت ان الطلاب من تحنين حقيقه. لا لا بالعكس لا انا اسفه جدا والله يعني هي ما تاخذ وقت ابدا ما تاخذ وقت. هسه انا ادخل واكسر واقدر اعرف يعني عن الامتحان بس يعني ارجو المعذره. كل شيء على يوم الجمعه من رخصتك دكتوره. نعم. بس اريد اعطي ملاحظه يكون مثل هذا اللي يكون عندنا بالتنبيه بال شو اسمه الموديل بيوم مثل الاثنين او كذا تعطيني اشاره بالموديل بهذا اليوم راح تعطيني كويز لان تدريني اللود الالتزامات الاخرى تنسينا حقيقه يعني انا ثبتت عندي. لا ان شاء الله ان شاء الله راح اي لا ان شاء الله راح اراسل الممثل مالتكم. اي والله وهو يدز لكم نفس الرساله لكم يعممها. وانت خلي رسالة تذكير ذيك الساعة حتى تبقى ثابتة عندك ان شاء الله. فانتوا هسه ان شاء الله الامور نعرفها احنا كبار مو مثل الشباب نلتقطها بسرعة ترى مو كل الامور لا نلتقطها. بس رسالة صدقيني ما اعرف شلون احنا هنا صدقيني ما اعرف شلون نسويها هسه مو رسالة تذكير عادي مو انا شوف جاي اقول صدقيني ما اعرف شلون اسوي رسالة. شوف أستاذ ربيع أنا جاي أقول لك أنه هذه أنا دائما أشجع زملائي مع احترام الجزيل للطلاب أنا دائما أشجع زملائي الموظفين أنه يرجعون لمقاعد الدراسة. مرات يقولوا يستصعبوها ويقولون الوقت فات العمر فات. لا أقول له بالعكس أنت من ترجع مع احترام الجزيل للطلبة يعني اللي جايين مباشرة من السادس أو من المعاهد وجايين يكملون يعني احنا يصير تفكيرنا غير شكل. حتى طريقتك بالقراءة تصير غير شكل، استيعابك للأمور يصير غير شكل، ترتيبك يصير غير شكل. وبنفس الوقت هذه فرصة حتى نتعلم مهارات جديدة. ترى حتى أنا سبق وأن قلت لكم أنه أنا استعملت الحاسبة ترى عمري 30 سنة من دخلت الماجستير استعملت الحاسبة. لو ما الماجستير يمكن ما مستعملتها أنا بذاك العمر همين. فأني الماجستير فرض علي أنه لأن عندي مادة حاسبات فرض علي أنه تكون عندي حاسبة وبديت أعرف أستخدم الحاسبة وأطبع وما إلى ذلك وأستخدمها. يعني من صرت بالدكتورة والأمانة من صرت بالدكتورة وبديت أراسل يلا صار عندي إيميل وبديت أراسل وبديت أعرف شلون أدز إيميلات وشلون أدز أتشمنت وشلون أدز فايلات وشلون أسوي داونلود وما. فأنت بكل مرحلة دراسية تتعلم تقنيات كل شوية وتتعلم مهارات كل شوية. فأنتوا هذا أهم فرصة إن شاء الله بالتليفون. وهسه التعليم الإلكتروني يعني لا عبالكم أنا هماتين أنا هو كل شوية مستعمل الزوم بس مستعملته كضيفة ما مستعملته أنه أنا ألقي محاضرات ما مستعملت ابدا. فهذه هم فرصه الله يكون بعون الجميع الله يكون بعون الجميع خلينا فهسه اذا انتم عندكم اي سؤال انا حاولت الخص لكم اياها بنفس الوقت المحاضره هذه ان شاء الله يوم الاثنين الساعه 9:30. دكتوره بالنسبه لتجارب مندل يعني احنا قبل شويه قلنا الظروف البيئيه تاثر على مثل الصفات الخارجية أو المظهرية زين أو
يعني حتى تغير بالجين إذا تأثر. يعني هسه مثل المندل من السند لهذا القواعد مالت القوانين مالت الثلاثة ما ذكر بيها مثل تأثير البيئة على النبات مثل احتمال هذا لا. النبات فرضا عطش راح يكون مثل قصير فهو أشار لصفة الطول وصفة القصر أشار له بس هنا احتمال يعني ما يصير مثلا صفة العطش وتعرض البيئة هذه كانت قصير يعني يصير قصير مع أنه هو كان أصلا أساسا هو صفة ساعدة عنده طويل. أنا أعتقد أنه هو ما أشار لهذا الأمور لأن هو كان كل تجربة في ظروف معينة يعني في نفس البيئة في نفس المكان تحت نفس المؤثرات. يعني هو ما راح سوى التجارب بغير مدينة، ما راح سوى التجارب بغير حديقة، هي حديقة الكنيسة نفسها زين وأجرى كل التجارب عليها بهالمكان هذا تحت نفس الظروف فشاف إنه ماكو اختلافات ماكو تأثيرات. تسلم دكتور تسلم. بس سؤال كلش حلو عاشت إيدك كل الزين ممتاز كل الزين الله يبارك بكم. بالنسبة للتقارير مثل ما قلت لكم ربيع والإخوان اللي وياك أبدا لا تصعبون الأمر عليكم يوم الأحد تعالوا شنو اللي حضرت دزوا الستة قبل بيوم حتى هي تعرضها لكم على الباوربوينت أنتوا تدربوا بياناتكم شرحوا كل واحد يشرح جزء كل واحد يشرح سلايد أو اثنين that's it والثاني يجي وراه ويشرحها والأمور راح تكون أحلى مما تتصورون إن شاء الله. إن شاء الله الأمور تمام. بالنسبة للتقرير مالتي الصفحة الأولى أريدها من عندكم فقط مع العنوان هاي لكم على مود تصير إنه كل أسبوع سويت شيء أنت بينك وناس تقول أنا كل أسبوع خلصت من صفحة أوكي شباب أي لا سامح الله مشكلة تواجهوها بكتابة التقرير أرجوكم تنطوني خبر انطوني خبر. أنا راح أراسل إن شاء الله هسه بالويكند أنا أراسل هذا الممثل مالتكم وأنتوا طالبين المعرف مالتي مال التليجرام من إيه والله رايدينه إيه والله أي أنا راح أقول لكم الدزة لكم المعرف مالتي وراسلوني على التليجرام إذا تردون شيء آخر أي شيء تحتاجونه يعني ونتواصل إن شاء الله. بس أولاً تجيبون الاستشارات البزالية اللي كان يشتغل عليه المندل صار دكتور وتوقع دكتورة أنه ينزل لكم هومورك عبارة عن مسألة وراثية أنتوا تحلوها مو شيء صعب وهذا خلو open time لكم زين شباب ان شاء الله اي بس حلو ترى بس بخصوص الكويز شلون عيني تفضلي اسف المقاطعه تسياني لا عيني لا تفضلي الجدول تغير فصار دوامنا اثنين وخميس اي اي فيعني هيك تغير الجدول صار دوام اثنين وخميس صحيح فزينب ما تدري يعني ما تعرف انه تغير الجدول فالامتحان يعني يا ريت يرجع احد يعني هو مثل كل احد نمتحن 9:30 ها يعني تقصدين صديقتك اللي اقترحت الثنين اي ما تعرف ما تعرف الجدول تغير اوكي 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 شكرا جزيلا شكرا ويا ريت انه تنزلي لنا المحاضره على مود نسحبها وندرسها اي تمام لا تمام هسه اني بس مرات يعني الانترنت يعني ياخذ وقت على ما يحمل الفيديو ياخذ وقت على ما اسوي على شو اسمه على اليوتيوب لا إن شاء الله هسه راح أكمل لا بالعكس أي سؤال آخر شباب قبل لا يعني أنا كنت ما مداوم ذاك الأحد أي نعم فالكيس الخاص بالبارتيكل قسم بارتيكل زين بالوراثة بالخاص له يعني بشكل عام احنا قلنا يفضل انه تربطه بجانب وراثي اي يفضل انه تربطه بجانب وراثي شلون انت يمكن حضرتك صار ترتيبك ويا منه ويا ربيع لو ويا شخص اخر لا انا عقيل وعلي حكيم ومصطفى اي نعم زملائك اللي كانوا موجودين شنو حبوا يسوون
حاول يعني تتواصل وياهم. اي شوفهم لان انتم بعد عندكم مجال. هو هسه راح يقدم الاخ ربيع وزملاء اثنين راح يقدمون هالاسبوع، وان شاء الله من نلتقي وتقدمون راح يصير عندكم فد انطباع شلون تسوي، يمكن يصير الموضوع اسهل ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الله اي سؤال اخر شباب؟ تسلمين دكتورة ما قصرت. اهلا وسهلا بكم. هسه راح انزل لكم محاضرة واشتغل على التسجيل ان شاء الله. نلتقيكم على خير بإذن الله تعالى، وشكرا جزيلا لحضوركم. الله يعطيك العافية. اهلا وسهلا بكم.